بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب برايمري 4، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. يا رب دايما بخير يا اولاد. طبعا ان شاء الله النهارده هنتكلم عن يونت 3 ليسون نمبر 3. هنشتغل ليسون 3 اللي هو بعنوان ذا كونزرفيشن اوف انرجي. يعني ايه كونزرفيشن اوف انرجي يا اولاد؟ يعني ازاي احافظ على بقاء الانرجي، او ان الانرجي ما تضيعش ما تروحش مني. يعني ايه مستر مش فاهمين؟ كلمة conservation of energy يعني حفظ الطاقة، أنا بحافظ على الطاقة بتاعتي، إن هي لما تتحول من فورم لفورم تاني مش هتضيع جزء منها. لا إزاي يا مستر؟ إدينا examples. يعني مثلا يا أولاد في الكتل اللي هو بتاع الشاي ده، أنا بديله إيه؟ تقول يا مستر أنا بوصله بالكهرباء، أنا بديله electric energy. تقوم الالكتريك energy دي يا أولاد تتحول لإيه؟ converted into thermal energy. هل الكهرباء اللي هنا هتضيع والميه دي مش هتسخن؟ لا يا مستر هتسخن عادي. وعلى قد ما اديله كهرباء على قد ما هو يسخن ويديني حراره بسرعه. صح كده؟ يبقى ده اسمه يا اولاد اسمه conservation of energy. طيب اديني اكزامبل تاني. في الجيتار مثلا. الجيتار ايه الانرجي اللي بيطلعها لي؟ بيطلع لي الساوند انرجي. طيب الساوند انرجي طبعا ان جيتار الساوند انرجي از كونفرتد انتو كاينيتيك انرجي. او المفروض العكس، هنا العكس طبعا، هنا اقول له نو. هنا المفروض ان الكاينيتيك انرجي الحركه الولد يحرك الاوتار دي تقوم مطلعها ايه يا ولاد؟ مطلعها ساوند انرجي. بس المهم هل الحركه اللي الولد عملها ديت او الولد ده عملها هل ضاعت؟ هل الكاينيتيك انرجي ضاعت؟ لا يا مستر، دي اتحولت فروم كاينيتيك تو ساوند انرجي، ما ضاعتش. تعبه ومجهوده ده حصل له كونزرفد. يعني كلمه كونزرفد يعني اتحافظ عليه. تمام كده؟ تعالوا بقى نشوف الدرس بالتفصيل. هنا بيقول لك we have learned that the energy can be transformed from one form to another. طبعا احنا عرفنا من الدرس اللي فات وخدنا examples كتير جدا ان الانرجي يا ولاد بتتحول من form لفورم تاني، من شكل لشكل تاني. طب تعالوا ناخد برضو، يعني شفت تحس ان الدروس بتتكرر. تعالوا بقى نتكلم عن let's study examples of energy transformation. تعالوا نشوف بقى امثله على الانرجي ترانسفورميشن دي يا ولاد. اول حاجه انرجي تشين وايل رايدنج ا بايك. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه هي تحولات الطاقه او سلسله الطاقه وانت راكب البايك بتاعتك، البايسكل بتاعتك. اول حاجه يا ولاد انت اكيد طبعا فطرت الصبح وفي جسمك دلوقتي في ايه؟ تقول لي يا مستر اكيد في جسمي كيميكال انرجي ستورد. برافو عليك، انت اكلت صح كده، والطاقة اللي في جسمك اللي متخزنة تعتبر ايه يا ولاد؟ تعتبر كيميكال انرجي. طيب عملت ايه الكيميكال انرجي دي؟ طبعا يا مستر بروفايد يور بادي وذ انرجي، ادت جسمك او اعطت لجسمك الطاقة. حد عنده مشكلة؟ لا يا مستر صح. طب الخطوة اللي بعد كده when you ride your bike، لما تركب بقى العجلة بتاعتك and push and pedal، يعني بتدفع وبتبدل البدال بتاع العجلة ده برجلك، ايه اللي يحصل يا ولاد؟ الكيميكال انرجي اللي انت اكلتها دي مش هتضيع. امال ايه اللي هيحصل؟ It will converted into kinetic energy. طبعا لو انت بقى ما فطرتش الصبح تقول يا مستر لا انا مش هقدر انزل، انا تعبان دايخ مش هقدر احرك العجله وابذل مجهود. صح ولا لا؟ لكن الكيميكال انرجي which is stored inside your body it change into، برافو عليكو، kinetic energy. وبعدين which causes طبعا the bike move، يعني هي اللي خلت العجله تتحرك. وبعدين الكاينيتيك انرجي دي يا مستر انا استفدت يعني 100. يعني اقول لكم حاجه، تعالوا نتخيل حاجه عشان تفهموها بقى ونفهم الجزء دوت كويس جدا. انت اكلت الاكل بتاعك ومليت بطنك كده 100% 100% صح؟ ايه اللي يحصل؟ العجله بتاعتك هتتحرك. هتتحرك بكام يا مستر تقريبا؟ هتتحرك مثلا ب 90%، هتديك 90% حركة. تقول لي يا مستر امال فين ال 10% التانيين؟ فين ال 10% التانية؟ أقول لك راحوا فين؟ شايف الأرض دي بتعمل فريكشن مع البايك مع العجلة. صح؟ وأنت تقعد بقى تقاوم الرملة دي صح؟ بتتحول إيه يا ولاد؟ لو أنت نزلت ومسكت العجلة بتاعتك دلوقتي التاير بتاعها ده هتلاقيها بقت هوت سخنة. ليه يا مستر؟ لان التين دول هم يا ولاد كانوا عباره عن ثيرمال انرجي. هل بقى ال 100% بتاعتك دي ضاعت؟ لا يا مستر، لو اديتني 90 موشن او كاينيتيك انرجي ال 10 التانيين ما ضاعوش، ما تقوليش راحوا، ده تحولوا لمين؟ للثيرمال انرجي. فاهمين يا ولاد؟
يعني معنى كده يعني ما ينفعش اقول لك ايه، ما ينفعش اقول لك ان انت الكيميكال انرجي اللي في جسمك 100% وانت سقط العجله بتاعتك ب 90. طب اكيد هتسالني على التاني التانيين الباقي، هل بقى كده الانرجي نوت كونزرفد؟ لا كونزرفد يا مستر، اتحفظت بس اتحولت من فورم لفورم تاني. تمام كده، تعالوا نقرا بقى كده مع بعض. Some of the kinetic energy is converted. بعض من الكينيتيك انرجي دي اتحولت لمين يا ولاد؟ للثيرمال انرجي، طبعا due to the tire friction with the road. خلاص يا ولاد، طبعا ده اللي بيحصل during riding a bike، واثناء ركوب البايك العجله، طبعا ده يعتبر energy chain. يلا نكمل هنا، يلا خصها لك. عمل لك ايه؟ قال لك كده، قال لك the chemical energy inside your food مالها يا مستر؟ converted into kinetic energy in the bike. ماشي، العجله اتحركت وجزء منها الكينيتيك انرجي دي converted into thermal energy طبعا due to the friction. تمام يا ولاد، يلا نشوف اكزامبل تاني. energy chain يعني سلسله الطاقه، اللي هو تسلسل الطاقه بتتحول ازاي يا ولاد؟ when a light bulb is switched on. تعالى بقى كده وافتح الستاند لامب بتاعتك، الاباجوره بتاعتك وانت بتذاكر. تقول يا مستر اكيد انا هوصلها بالكهرباء، صح؟ السلك بتاعها اهو. يبقى مين الانرجي اللي بتاخدها يا ولاد اللايت بالب ده؟ تعالوا نشوف كده. when you turn on a light bulb، انت فتحت اللمبه بتاعتك، ايه اللي يحصل؟ the electric energy الكهرباء that goes through the electrical wires اللي مشيت في السلك دي is converted into light energy. حد عنده اعتراض؟ لا يا مستر طبعا، انا بحط الفيشه بتاعت الاباجوره بتاعتي في اللايت بالب، الالكتريك انرجي تحول لمين؟ تحول للايت انرجي، نورت. تمام، انت بقى مديها 100% الكتريستي، قامت هي مدياك مثلا 70 هنفرض يعني لايت. مستر في جزء ضاع اهو يا مستر، فين ال 30% الباقيين؟ فين ال 30% الباقيين؟ اتحولوا لمين يا ولاد؟ هيت انرجي او ثيرمال انرجي. خلي بالك معايا، تحولت لثيرمال انرجي. تقول لي يا مستر اه عشان كده انا لما بقعد جنب الاباجوره دي انا بحس ان انا حران كده وسخنت لي الجو. برافو عليك، يبقى ال 100 الكتريستي اللي انت اديتهم لها نوت لوست، ما ضاعوش. امال ايه اللي حصل لها يا مستر؟ ات كونفرتد فروم وان فورم تو انذر. هي كل الفكره يا مستر ان هي اتحولت من شكل للتاني، اتحولت من الكتريك للايت، وبعد كده برضو بارت من الالكتريك انرجي ده تحول لمين يا اولاد؟ للثيرمال انرجي اللي هي هيت انرجي. يلا نشوفها مع بعض بقى كده تاني. اسمع، if you put your hand near to the light bulb، انت لو قربت ايديك من اللمبه شويه you can feel heat، هتحس بحراره، صح ولا لا؟ بس بعد تلمسها خلي بالك تبقى سخنه. ايه كمان يحصل يا اولاد؟ you feel heat comes out of the bulb، يعني كاني في حراره خارجه من اللمبه دي. ليه يا اولاد؟ because some of the electrical energy is converted into thermal energy. قصدك تقول يا مستر ان الانرجي not lost، مش هتضيع. امال ايه يا مستر؟ not destroyed، ما ضاعتش، ما اتدمرتش، ما خلصتش، but it converted from one form to another، اتحولت من electric energy from the wire او through the wire to the light energy and heat energy. صح كده؟ طبعا الدياجرام دوت برضه هيلخص الموضوع، ان الالكتريك انرجي از كونفرتد انتو لايت انرجي اند ثيرمال انرجي ان ذا لايت بالب، في المصباح الكهربائي، ممكن تيجي لك في الامتحان يقول لك كده. ذا الكتريك انرجي ثرو ذا واير از كونفرتد انتو سبيس اند سبيس انرجي ان ذا لايت بالب، هتقول له ايه؟ هتقول له لايت اند، برافو عليكم سبقتوني، ثيرمال انرجي. خلاصه الكلام بقى ايه يا مستر؟ from the previous example، من النهايه بقى يا ولاد الخلاصه، انا هستنتج ايه؟ ان الانرجي نوت ديسترويد، مش هتضيع، نور كرييتد، ولا هنخلقها من نفسنا. امال ايه اللي يحصل؟ but it converted from one form to another. تيجي نشوف كده بالراحه. energy can be changed from one form to another، طبعا الانرجي هتتغير من شكل التاني. where the new energy can't be created from nothing، يعني الانرجي مش هخلقها من فراغ. يعني ايه مثلا؟ مش فاهم الجمله دي. يعني ايه يا مستر نوت كرييتد فروم ناثينج؟ يعني ايه؟ يعني هل اللمبه دي تشتغل يعني من غير ما تكون وصلتها بالكهرباء؟ لا. هل انت جبت اللايت والهيت دي من غير ما تكون وصلتها بالكهرباء؟
يبقى not created from nothing. امال ايه يا مستر؟ And the all the energy doesn't disappear but it changes from one form to another. والكهرباء دي مش هتختفي، مش ضاعت، ما ضاعتش منك، انت استغلتها اللي انت جبت ايه؟ heat و light، صح؟ زي الاكل اللي كان في بطنك اللي انت اكلته، الكيميكال انرجي دي ما ضاعتش، اتحولت لكاينيتيك انرجي في البايك بتاعتك وتحولت كمان لهيت في التاير بتاعها، صح؟ خلاص الكلام، بيسموا الكلام ده باسم ايه يا اولاد؟ لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. لو اوف كونزرفيشن اوف انرجي، قانون بيقولوا عليه كده حفظ الطاقه او بقاء الطاقه. الطاقه مش هتضيع، انا حافظت لك عليها، انا حولتها بس. اسمعوا كده، energy can neither be created nor destroyed. لا بتتخلق من جديد او بتيجي من فراغ، اللمبه مش هتنور من غير ما احطها في الكهرباء، nor destroyed ولا هتضيع مني، الكهرباء ما ضاعتش. but only converted، ولكن بتتحول بس from one form to another، بتتحول من شكل للتاني. تمام كده، كده خلصنا lesson 3، ان شاء الله يكون سهل عليكم. يلا بقى الهوم ورك بتاعنا بتاع زمان، هتحلوا لي الاربعه دول وتكتبوا لي في التعليقات في الكومنتات الاجابه، اكتب لكم اهو الاجابه الانسر ان كومنتس في التعليقات، تبقى لكم بالعربي عشان تشوفوها كويس. خلاص يا ولاد حلوهم لي، نمبر 1 مثلا تقولوا رايت ولا رونج لحد 4. كل التوفيق ليكم واشوفكم ان شاء الله على خير، وربنا يوفقكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.